خدمة الصلاة والكرازة في أستراليا تدعوكم لحضور مؤتمر الصلاة الخامس غيرني 2020 من 6 إلى 8 مارس 2020 الساعة 7 مساء على العنوان التالي مع خدام الرب الأفاضل دكتور القس رائف عزب الأستاذ صمويلي الصفانوس دكتور رامز صمويل وخادم الرب الأمين في مقارنة الأديان مع المرنم قحطان عدنان وأيضا مهرجان قناة الكرمة يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 في قاعة نينوى الساعة 7 مساء على العنوان التالي الدعوة عامة ومجانية للاستعلام برجاء الاتصال على الرقم التالي